هم لا 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 نحتاج الى تحليل الى من يقف وراء هذه، هم يعلنون بشكل واضح جدا. يعني عندما الان سميتي الثوريون ومعنى ذلك ان هناك جهه تتبنى هذا العمل، وبالتالي احنا اليوم امام جهات واضحه ليست مخفيه. هؤلاء ليسوا ملثمون، وانما هؤلاء يعلنون عن انفسهم بشكل واضح جدا ويقولون نحن من نتبنى هذه العمليات، ونحن من نطلق الصواريخ، ونحن من نهاجم القوات الامريكيه، ونحن نعمل كذا ونفعل كذا. وهم حقيقه لديهم ادبيات، وهذه الادبيات واضحه. يعني لا نحتاج الى تحليل من يقف وراءها، وانما هناك حقيقه حتى مواقع تتحدث باسمائهم الصريحه وبعناوينهم الصريحه، وهذا شيء واضح جدا في كل، سواء كانوا في اليمن او في لبنان او في العراق او في سوريا او في فلسطين.